صباح الخير. اليوم بفقرتنا للتغذية رح نحكي عن أفكار لغموس أو دب صحية نقدر نتناولها جنب الخضار. كتير مرات خاصة بفصل الشتاء ممكن بعض الأشخاص ما يحبوا يأكلوا خضار طازجة لأنه عشان بكون الطقس بارد أو كذا، فممكن يقل تناولنا للخضار. والخضار من الأشياء والوجبات اللي لازم نتناولها يومياً في نظامنا الغذائي، لأنه أول إشي فيها نسبة عالية من المي، فيها نسبة عالية من الألياف وقليلة جدا بالسعرات الحرارية. حبة خيار ممكن فقط يوصل فيها 8 أو 10 سعرات حرارية، فعشان هيك لازم نلاقي طرق تساعدنا على تناول الخضار الطازجة خلال اليوم. وحتى لما نروح على المكتب بالشغل، ممكن بعض الأشخاص ما يحبوا كتير ياخدوا خضرة طازجة لحالها أو سلطة، ممكن لما يكون في عنا دب أو غموس صحي جنبها ممكن يساعدنا إنه إحنا بهاي الطريقة نتناول أكثر من الخضار الطازجة. فاليوم رح أقدم ثلاث أفكار كتير سهلة، ورح نحكي على السعرات الحرارية عشان كمان لما نحكي دب أو غموس ما بنحكي إنه ناكل قد ما بدنا من الكمية، بدنا ننتبه للكمية المتناولة عشان الوجبة الصحية هاي ما تكون عالية بالسعرات الحرارية لأنها هي سناك أو وجبة خفيفة. هون أنا مقطعة عدة أنواع من الخضار: جزر، فليفلة، فليفلة حمراء، خيار. طبعا كل هاي الخضار غنية جدا بالألياف والفيتامينز، خاصة عندنا فيتامين سي والبيتا كاروتين، وخاصة الفيتامين سي والبيتا كاروتين أو فيتامين إيه من الأشياء اللي لازم نركز على تناولها خاصة خلال فترة الشتاء لأنها مهمة جدا لتقوية الجهاز المناعي والحماية من الأمراض والإنفلونزا وغيرها. طيب اليوم عندنا ثلاث أفكار للغموس، في واحد رح نعمله، في إشي جاهز بنشتريه أكيد. عندنا أول إشي الحمص، من الأفكار اللي ممكن إحنا نغمسها مع الخضار. 3 معالق من الحمص، طبعاً على حسب كمية الطحينية المضافة لإلها، فيها ما يقارب 107 ل 110 سعرة حرارية، 3 معالق كبيرة، وفيها كمان 3.5 جرام بروتين و 2.5 جرام من الألياف. فهيك إحنا أخذنا سناك صحي، أخذنا الخضار وبس ضفنا عليه فقط 110 سعرة حرارية، وبالتالي بيساعدك إنه تتناول هالخضار الطازجة وإنه تغير من الطعم بدل ما تاخدها سادة. فهاي عندنا أول فكرة. ثاني فكرة برضو طيبة وهلا صارت موجودة بالسوبر ماركت، عندنا المتبل. المتبل بنقدر نعمله بالبيت أو حتى صار بالأسواق هلا علب متبل جاهزة وموجودة. إذا بنحضره بالبيت بدنا نتأكد إنه نستخدم الباذنجان المشوي، وكمان لما نضيف عليه الطحينية ممكن نخففها باللبن لأنه الطحينية بنعرف مفيدة، فيها كالسيوم وزيوت مفيدة ولكن سعراتها الحرارية عالية جدا. إذا خففناها بشوية لبن هيك بنقدر نحضر متبل قليل بالسعرات الحرارية. عادة المتبل 3 معالق كبيرة من المتبل فيها ما يقارب 120 سعرة حرارية إذا حضرناها بطريقة صحية، قللنا الطحينية الموجودة فيها وخففناها وزدنا أكثر بالباذنجان. فالمتبل ممكن يكون غموس صحي، دب صحية برضو نقدمها مع هاي الخضار. هلأ رح نعمل كمان آخر إشي فكرة لذيذة وسهلة جدا وموجودة مكوناتها بكل بيت وطيبة وخفيفة. رح نستخدم لبنة، تقريبا 3 معالق كبيرة من اللبنة، تمام، ورح نضيف عليها لبن، نخفف، بنخلي كمية اللبنة شوي أكتر من اللبن حسب الكمية. هاي الدب كتير سهلة، بدل ما نستخدم إحنا مشكلة الدبس اللي بتتحضر أو نشتريها جاهزة إنها بتكون عالية بالسعرات الحرارية لأنه بضيفوا عليها مايونيز أو صلصة الرانش، هاي عالية جدا بالسعرات الحرارية. فشو بنعمل؟ هاي حطينا اللبن واللبنة، بدنا نعصر شوي من الليمون، عصير الليمون، وقعت نعصر شوي من عصير الليمون، تمام، بدنا نضيف عليها شوية بهارات طيبة ولذيذة. عندنا البصل البهار، البصل مطحون، نحط شوي صغيرة بيعطي نكهة، وعندنا ثوم. أنا بستخدم ثوم البهار عشان إذا استخدمنا ثوم طازج واستخدمنا هاي الدب المكاتب أو الشغل ممكن ننزعج من ريحة الثوم، بس أكيد الثوم أفيد، يعني إذا إحنا بالبيت ممكن نشوي الثوم بتقلل كمان من ريحتها. بس حطينا شوية ثوم من البهار، معلقة كبيرة من البقدونس المفروم، وشوي من الملح.
هاي دب سهلة وخفيفة، ممكن تضيفوا بقدونس، ممكن في ناس بحبوا يضيفوا دل أو نوع بهارات تانية، أعشاب تانية ممكن نضيفها. هاي دب خفيفة ولذيذة وما في داعي لأنه إحنا نستخدم المايونيز. راح أقدمها، حطها بالصحن. وهيك عملنا دب صحية وقليلة بالسعرات الحرارية. عندنا هيك صار في ثلاث أفكار لدب صحي بيساعدك وبيشجعك على تناول الخضار، خاصة إذا كان عندنا أطفال بالعيلة نساعدهم إنه يتناولوا الخضار الطازجة لما يغمسوها بإشي، خاصة بفصل الشتاء بياخدوا أكتر. إذا عندنا الدب اللبن مع البقدونس واللبنة، عندنا المتبل وعندنا الحمص، ثلاث أفكار ممكن تساعدكم إنه تتناولوا أكثر من الخضار الطازجة وتستفيدوا من فوائدها. هيك كانت فقرتنا للتغذية، أكيد بلاقيكم بفقرة جديدة من فقرات التغذية ومعلومات أكيد جديدة. بنشوفكم.